انت اجمل من جمالك نفسي. الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز تعلن عن عدم مشاركتها في مسلسلات رمضانية بعام 2024، وقبل المشاهدة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. احتفلت النجمة ياسمين عبد العزيز بتصدرها كلين رغم عدم مشاركتها في أي عمل فني لموسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024، وقالت إنها حصلت على الترند في مصر وكذلك العالم كله رغم أنها لم تشارك في موسم المسلسلات المصرية لرمضان. ويذكر أن ياسمين عبد العزيز قد نشرت الصورة عبر حسابها على موقع انستغرام مع تعديل يضم مؤشرات الترند في مصر والسعودية على تطبيقات جوجل والفيسبوك وانستغرام، وعلقت قائلة: الحمد لله لعدم وجودي السنة دي في رمضان، وقد حصلت على ترند في العالم كله هذا. وقد جاء التعليق الأول من النجمة الأردنية صبا مبارك التي قالت: علشان أحلى واحدة، بينما جاءت أغلب التعليقات للتعبير عن أسف الجمهور لغياب ياسمين عبد العزيز عن المشاركة في موسم المسلسلات الرمضانية، وأكد بعضهم امتناعه عن مشاهدة المسلسلات هذا العام بسبب غياب نجمتهم المفضلة.